سادتي أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. الكرة الأرضية، كل الكرة الأرضية على نار على نار على نار في حالة انتظار. الليلة النهائي المزلزل الذي لا يالو عليه أي نهائي آخر، لما يحضر البرازيل والأرجنتين في الدور النهائي ينسى ما سبق. إنه لقاء العمالقة مع معة الجبابرة في عالم الكرة، من نجوم العالمية ليو ميسي، نيمار والبقية. 23 لقب في كوبا أمريكا على الميدان، 14 للأرجنتين، 9 للبرازيل. يا السادة يا كرام، البرازيل بذكريات الملك بيلي، ريفيلينو، جارزينو، كاريشا، سيكو، سوكراتس، روماريو، جيرسون توستاو وفينومينو رونالدو. والأرجنتين بذكريات كبير الكبار، دييغو مارادونا، كامبس، بيرتون. الميدان كور على اليمين، الروح القتالية لفريد نجم مانشستر يونايتد يستغرب، لكن هنالك مخالفة على كولزانو مونسيير وإنذار والتسويب. لياندرو باريديس في التغطية، ترجع كرة أرجنتينية والمخالفة ضد ريتشارليسون. نجم التوفيز إيفرتون أمامنا، مطلوب أي مطلب. دي بول، دي ماريا لميسي، ماري دي ماريا طبعا أمام دي ماريا والركنية. لا الحكم يأتي مخالفة، مخالفة لكونزالو مونسيير. التحذير والتسويب، دي ماريا جول، جول دي ماريا، جول أرجنتينا، جول الأرجنتين يا السادة. متعادلين الليلة، دي ماريا والكتيبة الأرجنتينية، نجوم تتلالف في ساعة السريعة والقوية. والإنذار لباريديس، وباريديس ينذر بعدما أنذر. يتقدم نيمار، عيالة حارس أبو دانفيري، ميسي يسدد بجانب إيدرسون مرايش، ماركينيوس. المخالفة واضحة ضد لوكاس باكيتا، كرة ذهبت للمنتخب الأرجنتيني. 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي والطبيعي، معاناة كبيرة للسيريزاو. أرنيسون يوزع، والركنية للبرازيل. اختر الهجمات السيريزاو، هل هنالك العودة للفار؟ وكرة الركنية، غدارة غدارة ناسية ماركينيوس، لكن لا تغير واقع الحال. لودي، كارلوس ألبرتو، الحكم الأوروغواياني يعلن على نهاية الشوط الأول بأسبقية أرجنتينية مستحقة وقوية بهدف الأرجنتين اليساري أنخيل دي ماريا. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية، في انتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام أينما كنتم من المحيط للخليج، نعود بكم إلى استاد ماراكانا لمتابعة أدوار الشوط الثاني من هذا الدور النهائي للنسخة رقم 47 من كوبا أمريكا في استاد ماراكانا الأرجنتين. العادة في كل مكان من أرجاء الملعب يعبو دينازي الإيطالي رودريغو دي بول. ريتشارليسون، والحكم يأتي ضربة مرمى، المطالبة بمخالفة ضد أكونيا. ويجب نيمار يعدي بيرنديس، لو سيرسو سيرر الإنذار، جيوفاني ليو ودي ماريا يدخل، جول برازيل، جول. لكن لا، هدف أبيض يرفع لكرة، جول. وإيميليانو مارتينيز، يا سلام حارس أستون فيلا، حارس كبير وكبير جدا، يوزع. والحكم ماذا يقول؟ الحكم يقول هنالك، هل هنالك ضربة جزاء؟ والتمدي ميسي والتسلطي من الحكم يتم اللعب، ويمكن والتميز يعود للأرجنتين من تموقعه. وهذه كرة،
مخافة على رينار لودي مدافع أتلتيكو مدريد. كرة ركنية عفوا من تياغو سيلفا بعيدة الذي حكيت عليه منذ بداية المباراة. لوكاس باكيتا وضربة مرمى للحارس إيميليانو مارتينيز. أرجنتيني في البحث عن الضربة القاضية. أكوريا سبعة للتشكيلة الأرجنتينية. دي ماريا المخالفة لنجم باريس سان جيرمان. ميسي والتصوير في تعاملات المنتخب البرازيلي والمخالفة والإنذار لنوكاسا. دي ماريا يوزا فينيسيوس يوزا. ماذا هناك؟ الحكم يتبلعب على جابرييل باربوزا. نيمار ليوزا يعادي وفي النهاية جابرييل باربوزا. ضربة مرمى لمنتخب الأرجنتين. صح في 2014. هذه كرة تانيلو وهذه كرة تانيلو. كرة في كوبا كابانا. كرة السامبا غائبة هذه الليلة. نهائي مخيف. كرة جول. كرة جول يا كاسيميرو. يعلي وين هذه الكرة يا كاسيميرو؟ خارج الميدان. الحكي رودريجو دي بول. يبكي ليو ميسي. يبكي ليو. دموع الأرجنتيني